قبل أن نختتم برنامجنا لهذا اليوم ننتقل هاتفيا إلى الإعلامي بسام جابر مدير عام قناة هلا موقع بنت وصحيفة بانوراما الذي سيقرأ لنا عناوين موقع بنت لهذا المساء. مساء الخير بسام. مساء الخير أصحابي ومساء الخير لجميع المشاهدين، وأنا أسمع إيكو صدى في الصوت. نحن نسمعك جيدا. العناوين عناوين موقع بنت في هذه الساعة، العنوان الرئيسي من ناحية اليسار مباشر هذا اليوم: الكورونا تواصل التفشي في المجتمع العربي، البلاد على موعد مع زخات من المطر، محاولات الإنعاش باءت بالفشل، وفاة شابة من كفر يسيف سقطت عن علو والشرطة تحقق مع أخويها. عنوان آخر في موقع بانيت: اعتقال شاب من يافا بشبهة تهديد المواطنين بسلاح في منتزه أو متنزه إذا شئتم باللغة العربية الفصحى، الأكثر فصحى. عنوان آخر في موقع بانيت: جموع غفيرة في تشييع جثمان الشرطي حسام صغير في يركا. وعنوان آخر من الفن: عالم الفن، وهو أحد الأربع أخبار الرئيسية في موقع بانيت: الفنانة ناهد السباعي: الفن ليس بالواسطة. أمر مضحك شحادي، هناك أمور أخرى بالواسطة لربما. صحيح. كومان مدرب برشلونة يدعو الجماهير للتحلي بالصبر، بعد الصبر يأتي الفرج كما تعلم شحادي. نعم. أكثر من 12 ألف مستجم يزورون شواطئ طبرية، أعتقد المقصود أمس. وعربيت حنش، يعني عربيت بطول أكثر من مترين يتسبب بحالة ذعر في شبكة أغذية في فتح تقبع. على فكرة عربيت هذه اللكنة هي في المثلث وربما في محلات في أماكن معينة في الجليل، ولكن الاسم الأكثر دقيق وأكثر أدبي للعربيد هو الحنش. نعم. وهو اللون أسود ويكون عادة طويل. اسمح لي أقاطعك هين بسام. تفضل. أنت من أطلقت على العربيد اسم آخر وهو العربيد صديق الفلاح. صحيح صحيح. وفعلا العربيد هو صديق الفلاح، ويعني أنا يعني أناشد وأحذر من عدم قتله، لأنه العربيد هو صديق الفلاح بمعنى أنه يلتهم كل الحشرات الضارة للمزروعات. صحيح. وهكذا أصبح صديق للفلاح، والناس يعني عندما يرون العربيد أو الحنش يعني يخافون. وحسب العنوان هنا أيضا: عربيد بطول أكثر من مترين يتسبب بحالة ذعر في شبكة أغذية في فتح تقبة. شحادي تعال نقرأ، خلينا أقرأ الخبر. تفضل. مع أنه لأنه قصير كمان: تسبب عربيد بطول أكثر من مترين ببث حالة من الذعر في شبكة أغذية في مدينة فتح تقبة في مركز البلاد، ولا يعرف ولا يعرف أحد كيف وصل هذا العربيد إلى هناك، لكن المعتقد أنه دخل عن طريق كراتين البضائع التي وصلت إلى داخل المتجر. اسمع شحادي، في الخبر كمان تعقيبات كومنتس. نعم. تعقيبات. نعم. الخبر التعقيب الأول عنوانه من واحد اسمه خليل، عنوانه نكتة كاتب هيك في موقع بانت في التعقيبات: هذا عربيد حنش أسود، هذا جاي من تحنة مركزية يعني من المحطة المركزية، طلع بي خط باص رقم 12، يبدو أنه صاحبنا هذا موجود في فتح تقبة، يقول لك أنه طلع في خط 12 في مدينة فتح تقبة ونزل بالضبط عند مجمع هذا، عند المجمع هذا. عربيد ذكي جاي ينظف الكو، جاي ينظف الكو جرادين عندكم مرة، جاي حتشوفوا مجموعة عربيد تهرول عليكم يعني مشان الجرادين. نعم، هذا عن العربيد. عناوين أخرى. نعم. في موقع بانيت إذا سمح لنا الوقت. نعم الحالي. نعم، معنا وقت معنا. نعم. أخبار محلية: متنزهون يعثرون على هيكل عظمي في الجنوب. وأيضا خبر محلي في موقع بانيت: المحامي نضال حايك عن القانون المساعد في سخنين، من القوانين التي يجب تطبيقها. يعني هنا هكذا ذكر المحامي نضال حايك، هذا المحامي نضال حايك كثير بيعمل وجع راس للسلطات المحلية يا شحادي. لأمي يوقع القصد بنك لأمي يوقع على مذكرة تفاهمات مع كيزاد، مركز التجارة الحرة الأكبر في الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا الخبر موجود مع هذا الخبر صورة دكتور سامر حاج يحيى رئيس مجلس إدارة بنك لأمي، تصوير علاقات عامة. نعود إلى العناوين. أخبار عالمية: إطلاق أعيرة نارية على سيارة تقل مساعدان
للرئيس الأوكراني وإصابة السائق. عنوان آخر من العالمية في موقع بانت من الأخبار العالمية، طبعا كما تعلم شحالي موقع بانت يعج في الأخبار العالمية ونحن نهتم بها كثيرا لأن الجمهور يحب هذا النوع من الأخبار. بريطانيا تدعو الصين وروسيا لاتفاق على استراتيجية بشأن أفغانستان. وخبر آخر، مقتل 5 على الأقل وإصابة 50 في انفجار في يوروندي. ويوروندي آخر خبر بالأخبار المحلية. وعندنا أيضا أخبار فلسطينية، راقصات مكبلات بأسلاك، فنانة من غزة تمزج الجمال بالألم، انضموا لجولة في شوارع بلدة زبابدي الفلسطينية. البنك الإسلامي الفلسطيني يبحث مع نقابة المهندسين سبل تعزيز التعاون. عن الكورونا، تجديد الأمن في ميلورن بسبب احتجاجات قيود كوفيد 19. طبعا نعم. أمريكا تتبرع بنصف مليار جرعة إضافية للقاحات كوفيد 19 العالم، وهذا مهم جدا هذا الخبر. نرجو أن تتبرع ليس فقط بنصف مليار وإنما بستة مليار لكل سكان الكرة الأرضية تقريبا. إلى هنا شحادي، شكرا على هذا الاستعراض الشيق لأبرز وأهم عناوين موقع بنت المحلية والأخبار العالمية.